عسلامة، مرحبا بكم من جديد في قناة حلمي أحمد دا كينج. في الفيديو هذا باش نحكي لكم عن اللاعب أليخاندرو بالدي، صاحب 17 عام، لاعب برشلونة الشاب، وكيف كيف في نفس الوقت يعني باش تتفرجوا على إمكانياته ومهاراته في الملعب. ما نزيدش نطور عليكم قبل ما نبدأ، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وكيف كيف وضع اللايك، ويلا خلنا نبدأ على بركة الله. خلنا نحكي لكم شوية على اللاعب هذا، اللاعب برشلونة، اللاعب الموهوب، لاعب شاب البالغ من عمر 17 عام. اللاعب هذا اللي تعرض يعني للإصابة، والإصابة هذه يعني خلع بالكتف الأيسر، ويلعب اللاعب هذا يعني مع فريق الرديف لنادي برشلونة، ومركزه هو الظهير الأيسر. مازالوا نعرفوش يعني يلعب مدافع وإلا يعني مهاجم، أما على كل يعني الأكثر أنه يمشي يلعب مدافع على اليسار، كما تشوفوا يعني حاليا هو قاعد يلعب في الملعب ويلعب على اليسار ومدافع ورقم 5 وتوزيع. والله خطيرة كرة. على كل يعني كما قلت لكم يعني إصابته ماهيش خطيرة برشا، إصابته يعني خلع بالكتف الأيسر ماهيش باش تكون خطيرة كومبليتمون. يعني الإصابات ديما الإصابة يعني اللي تجي في اليد ماهيش خطيرة يعني لا للمدافع ولا للوسط الميدان ولا للمهاجم، هي خطيرة كان على الجارديانيات يعني كان على حراس المرمى، لأن الإصابة للحارس المرمى كيف تجي في اليد يعني خطيرة برشا، لأن الجارديان يلعب الأكثر بيدي بينما الجوار يعني يلعب الأكثر بزقي، والإصابة يعني مش جوار، يعني الإصابة اللي تجي يعني في اليدين للمدافع ولا للمهاجم ولا للوسط ميدان كما قلت لكم ما تقلقش عليه برشا، بينما الحارس تقلق عليه شوية، تقلقوا يعني يلعب الأكثر بيدي. أما على كل يعني كما قلت لكم ماهيش إصابة خطيرة، ولاعب ممتاز، لاعب عنده إمكانيات كبيرة برشا، نتمنى له يعني إن شاء الله الحظ يكون معاه، إن شاء الله يعني يلعب عام الجاي كأساسي في نادي برشلونة. يعني كما نعرفه تويكا نادي البرسا يلعب يعني صار يلعب حتى عمره 17 و 18 سنة ولا يلعب أساسي، لأنه يعني يحبوا المواهب الصاعدة ويشجعوا برشا الشباب. على كل هكا نكونوا كملنا الحديث عن أليخاندرو بالدي وكيف كيف حكيت لكم عليه، وكيف كيف في نفس الوقت تفرجوا عن يعني مهاراته في الملعب. قبل ما ننتهي ما تنساوش الاشتراك في القناة ويعني وضع لايك وتفعيل جرس التنبيهات. إلى اللقاء إن شاء الله، نتقابلوا في فيديو جديد.